هؤلاء بعض المصابين الذين جرحوا في المواجهات بين المتظاهرين الليبيين والكتائب الأمنية. عدد من هؤلاء في حالة خطرة، خاصة في ظل النقص الكبير الذي تعانيه المستشفيات في الأدوية والمعدات الطبية. ونحن صراحة يعني نعاني في نقص حاد في العلاج، يعني خاصة في العلاج اللي هو يتعلق بالجوانب الجراحية، سواء من خيوط جراحية أو من أدوية أو من معدات تتعلق بهذا البرنامج. هذا ما تبقى من ركام مجسم الكتاب الأخضر الذي أسقطه الثوار هنا في مدينة طبرق، وهم يأملون أن تنتشر هذه الثورة حتى تعم كل أرجاء ليبيا وتصبح ليبيا حرة بشكل كامل وحقيقي. ميدانيا تسعى القبائل الليبية في شرق البلاد بالتعاون مع الشباب الثائر وبعض أفراد الجيش إلى توسيع حالة الأمن التي تسود في الشرق إلى مناطق البلاد الأخرى. هي فعلا قبائل ولكن متمسكين ولهم علاقة صاهرة ولهم أوضاع أخرى يجتمعوا فيها طبعا، ولهم علاقة أخرى برضه تخصهم حتى في التعاون يعني أيام الحروب وأيام. لكن الموضوع اللي توسير أنهم لا يمكن أن يتفاوتوا مع بعضهم، أن يعطوا بعضهم والله يتآمروا على بعضهم، عند الأمور زي هذين ما يقبلوهاش أبدا. وهذا ما تبقى من عتاد عسكري في إحدى الكتائب الأمنية. شهود عيان أكدوا للجزيرة أن العديد من أفراد الكتيبة أصيبوا بحالة من الارتباك والذعر بعد أن أحاط بهم عدد كبير من المتظاهرين. فصل بدري، الجزيرة، شرق ليبيا.